إذن ما زالت نجاحات الجيش الوطني الليبي تتوالى لتحرير ليبيا من العناصر الإرهابية، لكن تبقى طرابلس هي نقطة فاصلة في عملية التحرير هذه. ومؤخرا أعلن الجيش الوطني الليبي استعداده لساعة الصفر، مناشدا أهالي طرابلس وخاصة الشباب للاستعداد لهذه اللحظة. مشاهدينا، أرحب من جديد بضيفنا في مشهد اليوم الدكتور محمد الأسمر، مدير مركز الأمة الليبي للدراسات الاستراتيجية. أهلا بك مرة أخرى دكتور. ودعوة الجيش الليبي لأهالي طرابلس للاستعداد، هل نحن يعني أصبحنا على يعني قرب لحظات من تحرير طرابلس في رأيك؟ نعم، الحقيقة أن لديك قاعدة وأساس مهم جدا، وهي ثلاثة نقاط ومحاور ارتكزت عليها القوات المسلحة العربية الليبية في عمليات التي انطلقت منذ 4 أبريل لتحرير طرابلس من ميليشيات والعصابات الإجرامية المتمركزة فيها. الجانب الأول، المحور الأول في هذه القواعد الثلاث، وهي استنزاف كافة قدرات الميليشيات من الآليات، وكذلك استهداف قياداتها، فهي تنظيمات إجرامية متسلسلة ضمن قيادات. بمجرد استهداف قياداتها الميدانية يتم تشتيتها، وهذا ما حصل فعلا. الخطوة الثانية هي عدم استهداف المناطق الآهلة بالسكان، وأن تكون المعارك حتى وإن طالت المدة الزمنية في نطاق خارج المناطق الآهلة بالسكان، الأقل في المساحة الأرضية وأكثر عدد سكان. ثم الخطوة الثالثة، وهي إنفاذ الحل السياسي وكيف تكون طرقه وآلياته، وهي ما قامت به القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، وأيضا البرلمان الذي يكون رئيسه القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية. وأوضحوا كثير من الأوجه والنقاط التي ما ستكون عليها عملية سياسية ما بعد انتهاء العمليات العسكرية. إن النداء الذي تم توجيهه الآن إلى أهالي طرابلس بتحديد انطلاق العمليات من محاور عدة، هو يأتي الحقيقة في إطار العقيدة القتالية للقوات المسلحة العربية الليبية، عقيدتها الوطنية بالحفاظ والحماية والتأمين للمواطنين، هذا أولا. ثم بعد ذلك أن هناك غرفة للقوات المساندة تم تشكيلها من أهالي طرابلس، وتم إعلان عنها في 13 أبريل بعد انطلاق العمليات مباشرة، ولكن هذه الغرفة المساندة من الشباب تظل مهامها مرتبطة بتأمين الطرق والممرات الآمنة للعمليات الإنقاذ، وكذلك تأمين المرافق والمؤسسات والأحياء السكنية. طيب، هذه بشكل عام مهمة الشباب. نعم، في معاونة الجيش على الاقتحام. نعم، فقط التأمين، لكن هل معنى ذلك أنه الشباب لا يحمل أسلحة في هذه الحالة؟ هي القوات المساندة في ليبيا لها تجربة في 2011 وكذلك في 2015 في بنغازي، عندما كانت القوات المسلحة العربية تحارب الإرهاب. هم لقيام بعمليات التأمين هذه يستوجب عليهم التسلح بأسلحة شخصية وخفيفة تمكنهم من الانتقال من مكان إلى آخر بما تقتضيه ظروف التأمين، بالتنسيق بعد ذلك مع وزارة الداخلية وأيضا قوات الدفاع الشعبي التي تتمركز في نطاق عدة من طرابلس. لا يحدث القوات المساندة أيضا في بنغازي أو في 2011 لم تتعرض لمواجهات مباشرة إلا إذا ما كانت العصابات الإرهابية متمركزة في أحياء سكنية تحط أحيانا بعض هذه الشبكات، ولكن بشكل عام هي قوة تأمين، فهي من اسمها قوة مساندة، هي غير مخصصة بالتمشيط والاقتحام والاستطلاع. نعم، تمام. طيب، في رأيك يعني في هذه اللحظات، في الوقت الذي يستعد فيه الجيش الليبي لتحرير طرابلس وهي نقطة محورية وفاصلة في عملية طوفان الكرامة، في ذات الوقت يعني تركيا ما زالت مصرة على توفير غطاء جوي للجماعات الإرهابية، وللمرة التاسعة يسقط الجيش الليبي طائرة تركية مسيرة. لماذا هذا الإصرار حتى اللحظة الأخيرة؟ والحقيقة هذا الأمر ذو شقين. فالشق الأول أن ذلك يتحمل مسؤولية متابعته وردع تركيا وزجرها عما تقوم به هو المجتمع الدولي. ليبيا تحت الوصاية الدولية منذ العام 2011، وليبيا تتعرض لقرار دولي بالفصل السابع 1970 و1973 الذي يقضي بحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا. إن القوات المسلحة العربية الليبية تواجه العديد من الصعاب في تنفيذ مهامها التي شهد به العالم في القضاء على الإرهاب في شرق ليبيا ثم الجنوب ثم العمليات الآن الحاصلة في طرابلس وتخومها، بينما تقوم تركيا بتوريد الأسلحة. نعرف أن الحزب الحاكم في تركيا وعلى رأسه أردوغان هو حزب العدالة والتنمية، هو ذراع الإخوان المسلمين في تركيا، يناظره حزب العدالة والبناء ذراع الإخوان المسلمين في ليبيا، وفي إطار مشروع الإخوان الذي تراجع بعد انهزامهم في مصر واندحار جماعاتهم التي كانوا يدعمونها في سوريا والعراق، لم يجدوا الآن ساحة لهم إلى ليبيا باتساع رقعاتها الجغرافية وتوفر الإمكانيات والموارد فيها. وهنا ينبغي على المجتمع الدولي، للأسف الشديد أن المبعوث الدولي للأمم المتحدة الداعم غسان سلامة وأثناء الآن اطلاعه بهذه المهمة
ففي 2017 صدر قرار المجلس الأمن الدولي رقم 2357 في يونيو 2017 القاضي بتمديد حظر تهدد الأسلحة لليبيا، ثم صدر قرار مجلس الأمن الدولي أيضا رقم 2420 في يونيو 2018 بنفس السياق، والقرار رقم 2473 الصادر في يونيو 2019 أيضا بالتمديد في نفس الاتجاه. وهذه كلها أثناء ولاية المبعوث الحالي غسان سلامة. بينما حتى في إحاطاته في اجتماعة مجلس الأمن الخاص بليبيا لم يتم الإشارة إلى تركيا اسما في الجلسات المعلنة، رغم أنه الجيش الليبي يا دكتور يعني كان حريص أنه يعرض بالمستندات في المؤتمرات الصحفية التي عقدها لواء أحمد المسماري بالوثائق إثباتات التدخل التركي السافر في الشأن الليبي. وكذلك لم ينكر حكومة الوفاق استلامهم لهذه المعدات وعلى رأسها ما يسمى بلواء الصمود على رأس الإرهابي بادي المطلوب في قضايا جنائية داخل ليبيا وقضايا دولية أيضا، لم ينكروا استلامهم لهذه الأسلحة بالتوثيق، وأداعهم أنفسهم هم المستلمون أن هذه عندما وصلت الباخرة أمازون منطلقة من تركيا من ميناء سامسون وتحمل المدرعات العسكرية كيربي وهي صناعة شركة بي ام سي التركية لصناعة المدرعات، لم يخفون ذلك أطلاقا، كما لم يخفوا استخدامهم للطائرات التركية المسيرة برقدار تي بي 2 التي تم إسقاط منها 6 طائرات. وأشارف شركة أسيلسان هي كبرى الشركات الحربية التي التركية التي نظمت معرضا للصناعات الاستراتيجية في الثاني من مايو، لم يخفوا تعاقدهم المبدئي مع ليبيا لتوريد عدد من الطائرات. وأثناء زيارة السراج لتركيا في الأسبوع الماضي تم الاتفاق على توريد 8 طائرات، يقال أن 4 منها جاهزة للشحن. في كل ذلك على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي، وهنا نعود للقاعدة القديمة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير تهجها الأمم المتحدة ومجلس الأمن في التعامل مع القضايا العربية. هذه النظرة في رأيك لن تتغير حتى مع نجاح الجيش الوطني الليبي في التحرير ليبيا من الجماعات الإرهابية، ومعركة طرابلس بالتأكيد ستكون حاسمة. في رأيك هذه النظرة يمكن أن تتغير؟ هو الحقيقة التغير حصل في دول فاعلة ومؤثرة في مجلس الأمن، ولكن مجلس الأمن كمؤسسة لم يتخذ قرار رادع بالنسبة لتركيا. ولكن نجد أن الولايات المتحدة الأمريكية في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية صادر يوم 21 يونيو الماضي في 11 صفحات تعرض لما يتعرض له النازحون في ليبيا، وأشار في هذا المجمل إلى الإخفاق والتواطؤ التي تقوم به بعثة الأمم المتحدة في ليبيا وتواطئها مع حكومة الوفاق والميليشيات التابعة لها. هذا من جهة. من جهة ثانية فإن تحولا دوليا مهما شهدته الساحة الدولية بعد الضغوطات التي مارستها مصر، لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة بكين طريق وحزام عندما اجتمع بالرئيس الروسي وكذلك رئيس الوزراء الإيطالي، حدث تغيير كبير في الموقف الإيطالي في هذا المنحة، وكذلك الدعوة التي قامت بها جمهورية مصر العربية بكونها هي رئيس للدور الحالي للاتحاد الأفريقي للجنة رفيعة المستوى الخاصة بليبيا برئاسة الرئيس نيسا سينغستو وعضوية رواندا وجنوب أفريقيا وكذلك لجنة ترك في الاتحاد الأفريقي، أفضت إلى نتائج الحقيقة تم عرضها من خلال وزارة خارجية جنوب أفريقيا على المجتمع الدولي، أدت إلى كثير من التفاهم. رأينا إسقاطاتها في الموقف الأمريكي ثم الإيطالي، وكذلك هناك اعتدالا في الموقف الفرنسي، ولكن لم تصدر هو الموقف أي... الأوروبي برماته يعني يحمل قدر كبير من التناقض. الموقف الإيطالي يبدو يعني الأكثر حدة تجاه الشأن الليبي، لكن لماذا بقية المواقف الأوروبية تبدو متناقضة؟ هي الحقيقة هو بتقاطع المصالح واختلافها. إيطاليا مصلحتها في ليبيا متمثلة في شركة إنيغاز، هي ثاني أكبر مصدر دخل خارجي لإيطاليا، ومشروعها في منطقة مليت جنوب غرب طرابلس على شاطئ البحر الليبي بحوالي 55 كيلومترا، وهذه تعاقدات بمليارات الدولارات. كما أن المصلحة الفرنسية تحكمها مساهمة ليبيا في شركة توتال، وبالتالي تتقاطع المصالح بأن ما تكون عليه حكومة الوفاق وأنتم مركز بها قيادات من الأخوان المسلمين، كيف تكون مصالحها مع هذه الدول. بناء عليه يتم اتخاذ الموقف الدولي. يجب أن نعرف جيدا أن الاتحاد الأوروبي وكذلك الغرب بصفة عام لا يتعامل مع ملفات إلا في إطار مصلحته العامة وما يعود عليه من نفع جراء ذلك. نعم. طيب فيما يتعلق بحكومة الوفاق نفسها، ما في شك أنها فقدت شرعيتها عندما تعاونت مع الجماعات الإرهابية، نعم. عندما تعاونت مع أطراف خارجية لإثارة العنف والبلبلة في ليبيا،
ومع ذلك هناك محاولات يعني أنباء توترت عن محاولة لتغيير فائز السراج، أنباء توترت حول مبادرات يطلقها السراج للحلول السلمية. هل كل هذه الأمور هدفها إطالة أمد الأزمة؟ هو مما لا شك فيه أن حكومة الوفاق سقطت بكل المعايير. حكومة الوفاق التي أنتجها اتفاق صخيرات الموقع في ديسمبر 2015 باشرت مهامها في شهر مارس 2016 وفقا لاتفاق صخيرات، وهو 67 بندا منها 9 بنود حاكمة، فإن هذه الحكومة تنتهي ولتها بعد سنتان، سنة ونصف أساسية وستة أشهر إضافية. إذن هي فعليا تنتهي ولايتها في شهر مارس، من مارس مهامها مارس 2016 إلى مارس 2018 وفق الاتفاق الدولي قد انتهت. أيضا من ناحية أخرى هي انتهت لأن واحدة البنود الحاكمة إذا لم متى تسقط الحكومة إذا تجاوزت الفترة الزمنية وإذا لم تقم بتنفيذ مهامها بعد التمديد الأخير، هي مهامها متمثلة في البند الخامس الرئيسي من البنود الحاكمة بإنفاذ الترتيبات الأمنية بالقضاء على الميليشيات والتشكيلات المسلحة التي تهيمن على مرافق ومفاصل مهمة من الدولة وتمارس الخطف والقتل والحراب وكذلك فساد في المال العام، وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية. أعلنت حكومة الوفاق عن انتخابات تشريعية ورئاسية في ديسمبر 2017 ثم أجلت ذلك لديسمبر 2018 ولم تقم بتنفيذها، ونحن الآن في منتصف 2019 ولا يوجد أي بوادر لذلك إلا إذا ما القوات المسلحة العربية الليبية قضت على أسباب هذا التأخر. هذا من ناحية. من ناحية أخرى إن الذين يطيمون عمر حكومة الوفاق هم الحقيقة يضيعون الوقت على الشعب الليبي والحفاظ على مقدراته وأمنه، لأن التجريب المجرب غير ذي جدوى بعدما تم تجربته من 2016 إلى الآن مع إخفاقات عديدة. وتقرير محافظ مصر في المركز تابع الوفاق نفسه أشار إلى فساد مالي كبير وإهدار مليارات من الأموال. صحيح، عدد أعضاء الحكومة تقلص يعني مع الوقت، يعني هي حكومة حتى فقدت تشكيلاتها. نعم، يعني كل هذه أسباب أفقدتها شرعيتها، تعرضت نعم للاستقالات. لكن يعني في رأيك ما يطلق فائز السراج من مبادرات، هل لها حل؟ هل يمكن أن تلقى استجابة؟ هو الحقيقة نحن دائما كنا نأمل أن المبادرات تكون ذات طرح نوعي يمكنها من التطبيق والتفاف حولها. يجدر الإشارة هنا أنه في 16 من أبريل بعد انطلاق العمليات حاول المبعوث الدولي بقيام بوساطة، وكانت في مبادرة من حكومة السراج ولكنها ليست منطقية بالواقع السياسي والاستراتيجي، حيث هو طالب بإيقاف إطلاق النار وأن ترجع قوات المسلحة العربية الليبية إلى ما كانت عليه في 2 أبريل 2019. قوات المسلحة العربية الليبية وافقت فورا على إطلاق وقف إطلاق النار لإتاحة الفرصة طبعاً للمساعي والجهود، ولكنها لم تقبل بالشرط الثاني بأن تعود إلى حدودها في 2 أبريل لأنها لم تدخل إلى أي منطقة من المناطق التي دخلتها في 4 أبريل إلا بتأييد شعبي من المجالس البلدية ومجالس المحلية ومجالس الأعيان. فتساءلت قوات المسلحة العربية الليبية من خلال المبعوث الدولي ما مصير هذه المناطق، خاصة أن الميليشيات أصدرت تهديدات لهذه المناطق أنه بانسحاب الجيش سيتم معاملتها والتنكيل بها، ورأينا ذلك في حصارها لمدينة ترهون الداعمة والمساندة للسماح للمؤن والإمدادات من الوقود وغيرها. محاولة للالتفاف على ما تحقق من انتصارات من قبل الجيش الوطني الليبي. نعم، كما أن المبادرة الثانية التي تطلقها فائز السراج في 16 من شهر يونيو الحقيقة لم تلتزم بالموضوعية، أنها لم تتطرق للأحداث القائمة منذ 4 أبريل هذا من جهة، ثم هو أشار إلى أن البلاد تكون تحت مؤسسة واحدة تقوم بها انتخابات جديدة بإشراف من؟ قال بإشراف الأجهزة القائمة الآن في حكومة الوفاق، ونعرف أن هذه الأجهزة القائمة هي عبارة عن ميليشيات تم تسميتها بمسميات تحت وزارة الدفاع ووزارة الداخلية بشهادة العالم، وهذا لا يمكن ولا يمكن الليبيون أن يرضوا بهذا الحل، ولكن الحل الذي يسعى إليه الجميع الآن هو القضاء على هذه الميليشيات. وأيضا المفارقة العجيبة والغريبة جدا فيما يحدث في ليبيا الآن أن حكومة الوفاق برئاسة السيد السراج هي أدرجت نفسها تحت مواجهة القوات المسلحة العربية الليبية التي كانت تواجه الميليشيات، ولم تطرق في بيانها أن تمارس حكومة الوفاق. حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج دمجت نفسها مع الميليشيات في مواجهة الجيش، بينما الجيش كان يواجه الميليشيات لتمكين الحكومة القائمة بالاتفاق الدولي لتنفيذ مهامها. نعم صحيح، وبالتالي يعني أصبحت هذه الحكومة هي وكأنها ممثلة
لهذه نعم. الجماعات الإرهابية وداعمة وحاضنة لها. نعم. وحاضنة لها بكل تأكيد. طيب يعني إذا ما تحدثنا عن الوضع الآن على المستوى الدولي، خطورة الترويج له من بعض الأطراف على أنه نزاع ما بين طرفين وليس جيش وطني ليبي يحرر أرضه من الجماعات الإرهابية، خطورة ذلك على الموقف في ليبيا؟ هو الحقيقة دائما المشهد في ليبيا تشوبه شوائب فيما يطرح في الغرب، وبدأ هذا الحقيقة منذ 2011 عندما تدخلت القوات الدولية بدعوى حماية المدنيين، قالت أن الجيش الليبي يقوم بقصف المدنيين وضربهم، ثم قام الناتو بالتدخل ب 90 ألف غارة جوية. بعد ذلك أن الدول الرئيسية في الناتو قالت أن الجيش لم يكن يقوم بهذه العمليات ضد المدنيين والتدخل كان خاطئا. هذا منطلقا. المنطلق الخاطئ الآن في معالجة بعض الدول وأيضا الطرح الإعلامي أن الصراع في ليبيا بين الطرفين هو ليس هكذا إطلاقا، وكأنه صراع بين طرفين متصارعين ومتناحرين على السلطة. القوات المسلحة العربية الليبية لها أهداف واضحة في غاياتها، أن بعد انتهاء العمليات يجب إنفاذ العملية السياسية المتعلقة بانتخابات تشريعية وتنفيذية، وكذلك الاستفتاء على الدستور المعلق الاستفتاء عليه منذ 2017 وتشغل عليه اللجنة، أطول لجنة دستور في التاريخ من 2012. فبالتالي هو الصراع بين من يريدون إنفاذ الشرعية والقانون ودولة المؤسسات، وبين من يريدون الحفاظ على سيطرة الميليشيات التي تنهب وتعيت في الأرض فسادا. نعم. دكتور محمد، اسمح لنا ينضم إلينا أيضا للنقاش عبر الهاتف الأستاذ خالد محمود، الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الليبي. مساء الخير أستاذ خالد. أهلا يا فندم، مساء النور. في رأيك يعني بعد السيطرة على معسكر اليرموك أحد المواقع العسكرية الهامة في طرابلس، إلى أي مدى نحن قريبين من ساعة الحسم سيطرة الجيش الليبي على العاصمة؟ شكرا لحضرتك. إن شاء الله يعني حسب ما أنا فاهم بات بإمكان قوات الجيش الآن أن ترى ضواحي طرابلس، خاصة من محور عين زارة في الجنوب برؤية العين، بمعنى أنه بنتكلم على بضع كيلومترات فقط. وفي منذ الساعات الأولى للصباح مع انطلاق ساعة الصفر بدأت قوات الجيش خاصة في المحور عين زارة في شن هجوم كاسح ضد الميليشيات الموالية لحكومة السقيرات برئاسة فائز السراج، وتمكنت من تحطيم دفاعاتها المستحكمة. وفي معلومات عن فرار بعض قادة الميليشيات واستسلام البعض الآخر، وهناك أيضا قتلى وجرحى في صفوف هذه الميليشيات اللي بتوقع أنها لن تصمد طويلا، والساعات المقبلة ستحمل لنا أخبارا طيبة بإذن الله عن تمكن الجيش من فرض هيمنته وسيطرته على كامل العاصمة طرابلس بإذن الله. بإذن الله. وفي الوقت يعني الذي تسير فيه هذه الخطوات العسكرية بثبات، وفي الوقت أيضا الذي فقدت فيه حكومة السراج شرعيتها، مجلس النواب الليبي شرعيته تأتي من انتخاب الشعب الليبي له. قبل أيام طبعا اجتمع أعضاء مجلس النواب الليبي حوالي 70 نائبا في القاهرة، وتوصلوا إلى بنود شديدة الأهمية حول سيادة ليبيا ووحدتها والتباحث أيضا حول تشكيل حكومة جديدة. في رأيك أهمية هذه الخطوات من قبل المجلس النواب المنتخب من الشعب الليبي بالتزامن مع الخطوات والانتصارات العسكرية؟ هو زي ما حضرتك قلتي، هو في إشارة إلى أنه المرحلة المقبلة إن شاء الله بعد تحرير طرابلس لن تشهد حكما عسكريا، وإنما ستشهد محاولة إرجاع المؤسسات الشرعية لتمارس دورها وإتاحة الفرصة لعملية سياسية بيقودها أبناء ليبيا من الداخل ممثلين في مجلس النواب اللي بيعتبر هو المجلس الوحيد المنتخب شرعيا من السكان المحليين باعتراف بعثة الأمم المتحدة التي أشرفت الانتخابات عام يعني قبل حوالي 4 أو 5 سنوات من الآن. اجتماعات القاهرة أيضا لمجلس النواب ولأعضائه كانت تقول أنه هناك دور إيجابي جدا بتلعبه مصر في إطار مساعدة الأشقاء في ليبيا عبر دعم المؤسسات الشرعية للدولة الليبية ممثلة طبعا في مجلس النواب وأيضا في الجيش الوطني اللي بيقوده المارشال خليفة حفتر.
نعم، أشكرك جزيلا أستاذ خالد محمود الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الليبي. دكتور محمد لعلى، أستاذ خالد تحدث عن الدور المصري، اجتماعات مجلس النواب الليبي في القاهرة، في رأيك ما هي الأوراق بيد أعضاء مجلس النواب الليبي لاتخاذ خطوات ملموسة تدعم الجيش الوطني الليبي في خطواته العسكرية؟ هو الحقيقة أن مبادرة مصر بدعوة مجلس النواب الليبي لانعقاد في القاهرة كان مهم في توقيته، لأن مجموعة من النواب الليبيون وعددهم 33 عضوا قاموا بالاجتماعات في طرابلس، وهم مناوئون للعمليات التي تقوم بها القوات المسلحة العربية ومؤيدون للوفاق حسب وجهة نظرهم، وهذا لأنهم لم يحضروا للاجتماعات في القاهرة، وهو كان أساس الدعوة كذلك، وكانت حجتهم أنهم لا يستطيعون أن يذهبوا ويحضروا اجتماعات البرلمان في طبرق، لأن طبرق خاضرة لتأمين القوات المسلحة وحياتهم في خطر الدعوة ذلك. فكانت الدعوة من البرلمان المصري أن جميع أعضاء البرلمان بمختلف أطيافهم يجتمعون في القاهرة، وبذلك سقطت حجتهم بأن لا يجتمعون مع البرلمان ككتلة واحدة. نصاب البرلمان يتكون من 200 مقعد، موجود منها 180 لأن بقية المقاعد لم يتمكنوا من الانتخاب في 2014 نتيجة سيطرة داعش بعض المواقع. النصاب 126 عضوا، هم يجتمعون ب 33 عضوا خارج النصاب. طبعا ما ميز اجتماع القاهرة أنه رفع ادعائهم والحرج الذي يدعونه بالاجتماع في طبرق، كان هناك طرف ثالث، اجتمع كل النواب بمختلف أطيافهم واتفقوا على نقاط مهمة جدا، وحدة التراب الليبي، العمل على قيام حكومة واحدة وقيادة واحدة للجيش في مختلف الأراضي الليبية، وكذلك تاحت الفرصة مما يقاتلون الآن مع الميليشيات إذا ما قاموا بتسليم أسلحتهم، وهي الدعوة لتواجه الجيش وأنفسهم، فهم في مأمن بضمانات اجتماعية وسياسية حددها المجتمعون في أكثر من مرة بذلك، وهي فرصة كبيرة لهم. وكذلك أطل الاجتماع أيضا بأن كل الليبيون باختلاف أطيافهم يتفقون إلى أن مصر تبقى هي الدولة الكبرى الحاضنة، والتي نوجه لها التحية مساء اليوم. نعم. في عشية 23 من يوليو، الذكرى 67 لقيام الثورة العظيم اللي انتصرت للشعب المصري وحق كبرياء الأمة العربية، وأيضا دعم المصري لا يقتصر على ذلك فقط. فدور مصر الذي أشرنا إليه منذ قليل في المحافل الدولية الحقيقة دعم بشكل كبير للقوات المسلحة العربية الليبية، لأنها اختيار الشعب الليبي، ودعم للبرلمان الذي يؤيد القوات المسلحة، وهو من انتخابات الشعب العربي الليبي في شهر أغسطس 2014. نعم تمام. في بعض يعني الاطروحات يعني طرحت كحل للأزمة الليبية، يعني خاصة بعد يعني النجاحات التي حققها الجيش الوطني الليبي في عملية طوفان الكرامة، وهي دور روسي فاعل لحل الأزمة الليبية. في رأيك لماذا تأخرت هذه الخطوة من قبل روسيا؟ هو الحقيقة قبل نصل في عجالة إلى الدور المناط بروسيا وماهيته، هو في ثلاثة آراء حول الموقف الآن في ليبيا. هناك المدرسة الداعمة بأن تكون عمليات عسكرية موازي لها الحل السياسي في آن، وهذا ما تتبناه الدول الغربية وعلى رأسها أمريكا، وأيضا كثير من الأطراف العربية، والبيان السداسي الذي تم إطلاقه منذ أيام من وزراء خارجية مهتمون بالشأن الليبي تقريبا هو متوافق مع هذا الرأي. الرأي التالي ما تتبناه المبعوث الدولي ودول أخرى منها إيطاليا وبريطانيا أن يتم إيقاف الفوري للعمليات العسكرية وإنفاذ ما تم تعليقه من العمل السياسي بطار في شأن الانتخابات التشريعية والتنفيذية. الرأي الثالث تتبنى القوات المسلحة العربية الليبية وتعمل عليه بقوة، هو استكمال العمليات العسكرية بكافة أوجهها والأغراض المعدة لها، ثم بعد ذلك البدء في العمل السياسي على قاعدة صلبة وآمنة، ولا يمكن التلاعب بها بأي مشروع خارجي يتلاعب بمصالح ليبيا ومصائرهم. فيما يتعلق بالدور الروسي في ليبيا، أولا يجب أن نعرف أن دوليا منطقة شمال أفريقيا وليبيا هي ليست في النفوذ الروسي بعد حالة الترك التي سادت في روسيا، ثم انتهاء الاتحاد السوفيتي وظهور الاتحاد الروسي بشكله الجديد في مناطق نفوذ متعارف عليها. ثم أن الروسيون في 2011
كان موقفهم واضحا لا يريدون الاصطدام بالناتو، الدول التي قصفت ليبيا لمدة 8 أشهر ب30,000 غارة، وانشغال المصالح الروسية أكثر بتقاطع مع مصالحها الإيرانية والسورية في موضوع السوري، السوري بشكل مباشر. الآن بعد بدأت تتضح الصورة جليا والأمور في سوريا، كذلك الشأن التركي الذي يواجه السياسة الخارجية الروسية بعدما خرج من المعطيات في سوريا وبدأ يتوجه نحو ليبيا، فيجب أن نقول الانتهام الروسي، الاهتمام الروسي تحديدا الآن بالمنطقة هو ما يتعلق بإذا ازداد نفوذ تركيا في ليبيا، فهذا سيؤثر على المشهد السوري الخاص بروسيا مباشرة في سياستها الخارجية وتحالفاتها في المنطقة. ولكن الدور الكبير الحقيقة الذي هو سيكون مهم على الساحة هو التحالف أو الاتفاق في وجهات النظر والرؤى ما بين روسيا وأمريكا. لأول مرة اتفاقهما في الجلسة الثانية التي عقدت في مجلس الأمن بخصوص الأوضاع في ليبيا بعد انطلاقها في 4 أبريل، واتفاقهما على دعم القوات المسلحة العربية الليبية فيما تقوم به في مكافحة الإرهاب تحديدا. هذا السياق لم يحدث قبل هذه المرة في شأن من الشؤون الشمال أفريقيا أو الشرق الأوسط، قضايا العربية بشكل عام، ولكن الدور الروسي لن يكون مباشرة في ليبيا بدون التنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية، وإذا كان هناك تنسيق آخر فسيكون في حلفاء المنطقة مصر، الإمارات، السعودية، لأن هذا التحالف العربي في ليبيا يدعمه اتفاقية الدفاع المشترك التي توقعت سنة 50 وانطلقت 51 بمجلس الدفاع المشترك ويؤهلها قانونيا وشعبيا في ذلك. نعم. طيب، يعود بنا ذلك إلى موقف الولايات المتحدة يعني الصامت تجاه التدخلات التركية. هو الحقيقة الولايات المتحدة في تعاملها مع الشأن الليبي منذ 2011 لم تتعامل مباشرة، بل أوكلت ذلك لحلفاء لها في المنطقة وخاصة بريطانيا كانت تصدر المشهد. هي تعاملت بشكل مختلف تماما عن تعاملها مع الشأن السوري. نعم، في ليبيا لم تتعامل بشكل مباشر، لأن الأغراض المطلوبة في ليبيا تقريبا على الأرض التي دعا لها المجتمع الدولي في 2011 في ما تضمن القرارات 1970 و 1973 تم تحقيقها في شهر أكتوبر 2011 منتظر المجتمع الدولي وأمريكا كذلك. بقى ذلك مجموعة ترتيبات داخلية في المنطقة لم تدخل فيها أمريكا بشكل مباشر، لأن بشكل عام التقاطعات التي كانت تحصل على الأرض هم مصالح بالنيابة عن أمريكا تتمثل في بريطانيا وفرنسا وإيطاليا، كما ذلك وجود المصالح التركية والقطرية ممثلة لمشروع الإسلام السياسي التي تدعمه بريطانيا علنا منذ تلك الفترة إلى الآن بدون أي استتار. نعم. التشكيلات المسلحة ما من شك دكتور محمد أنها تطيل عمر الأزمة وتكون يعني مهمة مواجهتها صعبة من قبل الجيوش النظامية. في رأيك ما هي الأوراق في يد الجيش الليبي للحصول على سلاح هذه التشكيلات المسلحة أو تكثيف منابع تمويل هذه الجماعات؟ سنستمر معك في الحوار دكتور محمد، لكن اسمح لنا أولا ننتقل على الهواء مباشرة لنقل هذا المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية الأمريكي. الولايات المتحدة أولا لا يعني الولايات المتحدة لوحدها، طبعا نحن نريد أن نعمل مع الدول الأخرى والدول، ونحن أقمنا صداقات تجاهلناها لمدة طويلة من شرق أوروبا إلى شركائنا في الخليج إلى جزر المحيط الهادي، وطبعا علاقتنا مع إسرائيل طبعا غير مسبوقة في قوتها، وطبعا هذه العلاقة أقوى من أي وقت مضى ونحن فخورون بذلك. وطريقة أخرى نبحث عنها لخدمتكم هي بأن نضع طبعا أمريكا أولا اقتصاديا، الرئيس ترامب يفهم بأن هذا مهم جدا، الأمن الاقتصادي يقوي الأمن القومي، لا يمكن أن ندعم الجيش أو أي دبلوماسية وحضور دبلوماسي من دون الازدهار الاقتصادي، لذلك نحقق الردع ونحقق السلام. أولئك الذين ربما يريدون أن يكون هناك تجارة حرة مثلا مع الصين، وهناك العديد منهم، ولهذا فإننا طبعا نحاول أن نحل خلافاتنا الاقتصادية مع دول مثل الهند، ولذلك أنا فسرت لدول مثل هنغاريا وغيرها وللحزب بأن الحزب الشيوعي الصيني لا ينبغي أن يقيم شبكة الجيل الخامس من الإنترنت على أراضينا. كما قلت الاقتصاد
الاقتصاد يقوينا وأيضا يقوي أمن المواطنين في كل العالم. وبالحديث عن الشرح فأنا سعيد هنا بأن أقول أيضا للعالم حقيقة واحدة، الجيش الأمريكي هو جيش للخير في كل منطقة ودائما. طبعا لا أحد ربما يوافق على هذا، ولكن أنا أقوله في أي منطقة نذهب إليها سواء أحب ذلك أم كره. أنتم تحاربون لأشياء ينبغي أن يدافع عنها، أنتم تدافعون لأطفالكم ولجيرانكم ولأصدقائكم ولعائلاتكم ومن أجل حقوقكم. أنتم تحاربون أيضا لجعل كل الدول حرة والشعوب الأخرى، وطبعا في هذا المكان الرائع الذي نسميه الولايات المتحدة حتى يدوم هذا الوطن، ولن نعتذر عن ذلك أبدا أبدا. طبعا وأخيرا فإننا نهتم بأنفسنا، بالذين لا يزالون على قيد الحياة وبالأموات. وحينما كيم جونغ أون قال إنه سيعيد رفات الجنود الأمريكيين، فإن 55 صندوقا عادوا بشرف، عادوا لأولئك الذين ضحوا بحياتهم. أتذكر جالسا مع طبعا نظيري هناك، وكان مسؤولا كبيرا جنرالا كوريا، وأعتقد بأنه طبعا كان يتساءل لماذا وضعنا هذا الشرط أولا، وجميعكم يعرف لماذا وضعنا هذا أولا، لأننا طبعا نتوقف عن العمل بهذا حتى يعود كل أبطالنا الذين سقطوا في ساحات القتال حتى يعودوا إلى الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا أنا فخور أيضا بأننا قد حصرنا أيضا أو حررنا العشرات من الرهائن الأمريكيين عادوا إلى عائلاتهم، وفعلنا ذلك من دون أن ندفع بنسا واحدا. وطبعا في سنتين فعلنا أكثر من أي إدارة أخرى، وكانت لدي الفرصة لأن أكون جزءا من ذلك كمدير للسي آي أي، وطبعا كنت أنسق لإنقاذ امرأة أمريكية وعائلتها احتجزهم إرهابيون في باكستان كرهائن. وأيضا شعرت بالفخر بأن أعود من كوريا الشمالية وأعود بثلاثة مواطنين. إذن تابعنا معكم جزءا من مشاهدينا، تابعنا مع حضراتكم جانبا من كلمة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو داخل جمعية المحاربين القدماء في أورلاندو. نواصل النقاش في مشهدنا حول الشأن الليبي مع الدكتور محمد الأسمر مدير مركز الأمة الليبي للدراسات الاستراتيجية. دكتور محمد، توقفنا في الحديث عند مدى قدرة الجيش الليبي على تكثيف منابع تمويل هذه التشكيلات المسلحة والجماعات الإرهابية، خاصة إذا ما تمت السيطرة على كامل طرابلس. نعم، هو الآن قبل انتهاء العمليات لدينا شواهد ونتائج. القوة الداعمة الكبرى في طرابلس هي مدينة مصراتة، وأن قوة مثل ما يسمى بلواء الحلبوس ولواء الصمود والمحجوب دعمت ميليشيات الوفاق بشكل كبير. أول أمس شهد طرابلس انسحاب كبير لهذه القوات، لأن السكان الأصليين لهذه المدينة ما يسمون بالأهالي، والجزء الآخر هم الكراغلية من أصل تركي. هذه المدينة في أصول عربية وأصل تركي. الذين يدعمون الآن الميليشيات معظمهم من الأصول الكراغلية التركية، والأهالي قاموا بعدد ثلاثة شماعات، خلصت إلى أنهم يستدعون أبنائهم بكامل تعدادهم وعتادهم، خاصة وأن عدد كبير منهم تم إصابتهم واستهدافهم بشكل مباشر في استطار استهداف القوات المسلحة للقيادات للقضاء على هذه الميليشيات، موازي لاستهداف الآليات بشكل تام، وقد أدى إلى نتائج إيجابية. الناحية الثانية هي المعركة أخذت هذا الأمد الطويل نسبيا، فبعد تجاوزها للمائة يوم ودخولها في مدى 150 يوم الموالية، هو نتيجة لعملها على استهداف واستنزاف هذه الآليات من أصل 12 طائرة للسلاح الجو التابع للوفاق، تم استهداف 6 طائرات عاملة.
من أصل 12، وهذا رقم كبير عندما يتم استهداف أكثر حوالي 50% من هذه القوة. آخرها وكان في الرابع من يوليو على قرية ترهونة عندما تم إسقاط طائرة وهي طائرات الـ 39 وميراج F1 والميك 29 والسيخوي. أيضا الاستهداف الآخر الذي سيواجه القوات المسلحة العربية الليبية هي ما بعد انتهاء العمليات، تبقى أمامها كيفية الجلب واستخلاص الأسلحة الفردية خاصة الخفيفة، لأن هذه سهل تنقل بها وإخفائها وسهل إحداث فوضى بها، وتبقى هذه مهمة كبيرة، وهذه هي ستبقى مهمة القوات المساندة أيضا في التبليغ والتأمين، وأيضا ما المبادرة تقدمها القوات المسلحة العربية الليبية أن من يستقيمون بتسليح السلاح سيواجهون عفوا مباشرا بضمانات اجتماعية إذا ما سلموا السلاح. نعم. بأنفسهم. ولكن يجب أن نعرف أن جزء كبير منهم، هذه نقطة مهمة ومفصلية، أن جزء مهم منهم هم من تنظيمات إسلامية متشددة تمتهن الاختباء وارتكاز في المناطق، مثل ما حدث الآن في بنغازي وفي درنة بعد تحريرها بسنتين. نعم. الخلايا أحدث التفجير في مقبرة الهواري الشهير، والتفجير الذي حدث في المعسكر الذي تم القبض فيه على هشام عشماوي انتقاما له على حد قولهم. لا نستبعد أن هؤلاء سيقومون بعمليات تخريبية في إطار عقيدتهم الانتحارية في إطار الشهادة المؤجلة، ولكن هذا كله من الأمور التي يعتقد أنها ستقوم ونحتاط لها، وهي هذه سلبيات مصاحبة لكل الحروب يجب أن ندفع ضريبتها بشكل أو بآخر. صحيح، ويعني هذا ما يعطي الشرعية والاحترام للجيش الوطني الليبي في مهماته في تخليص ليبيا من الجماعات المسلحة. أشكرك جزيلا دكتور محمد الأسمر مدير مركز الأمة الليبي للدراسات الاستراتيجية. شكرا على وجودك معنا، وأشكركم مشاهدينا على المتابعة، وفي الغد مشهد جديد وقضية جديدة. إلى اللقاء.